السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله وصفه اليوم كيف كتشوفوا هو البيسكوي لوتوس او لا سبيكولوس آه بسكوي اللي بطعم القرفه محبوب عند الجميع والثمن ديالو كيكون باهظ شويه آه اليوم غنحضروه بطريقه بسيطه بمكونات كني في اي بيت وبطبيعه آه الحال بطريقه سهله دائما خليو لي تعليقكم ولايكاتكم تحت الفيديو ودائما آه حتى اقتراحاتكم معلش الله نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير بالنسبه للمقادير غنحتاجوا 100 غرام ديال الزبده اللينه انا استعملت هنا زبده حيوانيه ممكن تستعملوا الزبده اللي بغيتو عندي كاس الا ربع ديال السكر الاسمر خلطت انا ما بين جوج ديال الانواع ديال السكر كلشي غنشرحه لكم في الفيديو عندي هنا 200 غرام ديال الدقيق الابيض اللي هي جوج كيسان ديال العنبه عندي القرفه خماره ديال الحلوه ماشي كامله عاد ناخذ منهم مثلا غنعطيكم بالتدقيق لي كونتيتي حليب عندي هنا فانيلا سائله وقبصه ديال الملح في واحد البول غناخد الزبدة كيف كتشوفو كتكون بدرجة حرارة المطبخ انا غنستعمل غير السباتول في هاد البيسكوي ديالي ممكن انكم في هاد المرحلة ديرو الباتور غنضيف السكر الاسمر انا اختاريت نخلط ما بين هاد جوج ديال الانواع ديال السكر حيت كان عندي داك السكر الغامق بزاف غير هو الى ما عندكمش داك الغامق ماشي مشكل ممكن ديرو غير السكر الاسمر العادي غير ما ديروش السكر الابيض لان هاد الطعم ديال السكر الاسمر كيزيد يعطي مذاق زوين ومذاق بحال الكراميل في البيسكوي كنحاولوا اننا نخلطوا دوك العناصر الزيت حتى الفانيلا السائله غير بالسباتول حتى كنحصلوا على واحد القوام كريمي كنغربلوا الدقيق من فوق من الخليط عندي هنايا كيف قلت لكم جوج كيسان ديال الدقيق قبصه ديال الملح وعندي هنا معلقه صغيره ما تكونش عامره بزاف ديال خميره الحلويات وعندي معلقه صغيره تكون مملوءه ديال القرفه وانا غادي نضيف هنا واحد ربع معلقه ديال السكنجبير كيعطي واحد المذاق زوين هما نورمالمون في البسكوي سبيكولوس راه كيديروا واحد لي كاتغ ايبيس كيكون فيهم حتى القرنفل انا ما القرنفل نهائيا هادشي علاش ما كنضيفوش وكيديروا الكوزه وحتى هي ما كنضيفهاش هادشي علاش اختاريت انني نضيف دوك جوج ديال ديال التوابل اللي انا كنستعملهم وكيعجبوني كيبقى لكم الاختيار هنا بعد ما بسست العجين ديالي بديك الزبدة والدقيق وهذا غادي نجمع العجين ديالي بالحليب اولا غنضيف جوج معالق كبار وعاد نشوف من بعد واش غيتجمع لي الخليط ولا لا يعني هذا هو هذا هو العنصر اللي غنجمعوا به هذا العجين ديالنا ماشي البيض هذا الخطر هنايا كنت خدامه بالسباتول ولكن باش نجمع العجين غادي ندير يديا باش كيجيني كي ساهل وكنتحكم حتى في القوام كنشوف القوام واش وصلت للقوام المطلوب كيف كتلاحظوا راه ما كنعجنهاش غير كنحاول انني نجمعها بيديا بحال اي نوع ديال الصابلي هنا لاحظت ان العجين زال خاصو واحد شويه زدت ليه معلقه كبيره ديال الحليب الحليب راه بدرجه حراره المطبخ هنا يعني في المجموع درت ثلاثه المعالق كبار ديال الحليب صافي كنبقى نحاول انني نجمع العجين ديالي حتى كنحصل على كره اللي متجانسه وانا غادي نوريكم كيفاش كيكون القوام ديالها كيف كتلاحظوها هو رطب وفي نفس الوقت متماسك صافي هنا كناخذ واحد الفيلم اليمونطير وتنحاول انني نغلف العجين ديالي هنا انا باش كنسهل عليا الخدمه ديال ديال الصابلي كنحاول انني نبسط هذاك أه العجين ديالي في في هذا أه في المانيمونتيير كيف كتلاحظوا كنحاول انني ندير واحد المسافه كبيره ونسدو ما عرفتش فهمتوا الطريقه كيفاش درت باش غير كيسهل عليا من بعد حيت ملي كتتعتقصح العجينه ديال الصابلي كيخذ كي لك الوقت باش انك تمدها أه على سطح العمل ها كيف لاحظتوا راني رققتها تقريبا هذاك هو السم كاع اللي خصني نزيد نقدر نزيد واحد شوية نرققو من بعد وكنديرو في التلاجة كنخليه واحد ساعة حتى ساعتين حتى كيتماسك كي مزيان هنا من بعد ما دازت ساعة كنحيد الورق هذا الفيلم المونتير وكنحاول انني نمد العجين ما بين جوج ديال الاوراق ديال بابي كويسون ورق الطبخ باش ما نزيدش الطحين هذا هو هذا هو هو الهدف عليك ما كتلصقلكش العجين في المدلك بالنسبه للسمك ديال العجين انا رققته شويه يعني حصلت على دي بيسكوي اللي هما رقاق شويه كيبقى لكم الاختيار في السمك ديال العجين هنا عاوتاني مي مديتها كنحطها في الثلاجه لان كان, كان الحال سخون ودغيا دغيا كتذوب ليا دغيا كتذوب ديك الزبده وكتولي لينه بالنسبه للطابع كديروا الطابع اللي بغيتو حتى الا عندكم ما عندكمش الطابع وما عندكم والو تقدروا تاخذوا غير ديك الجراره ديال ديال الشباكيه وتدوزوها دوزوها كد على شكل خطوط هكا حتى كتحصلوا على بيسكويات اللي يكونوا مستطيلين كتحيدوهم وكتطيبوهم الا بغيتوهم دي بسكوي عاديين هذا الطابع كان عندي واستعملتوني لي بيسكوي سبيكولوس كيكونوا فيهم واحد النقيشات من من الفوق غير هو هاد الطوابع هادو حاولوا دائما تفندوهم في الدقيق عاد باش ديروهم في العجين ديالكم والعجين يكون بارد هنا درت شكل اخر عادي بنفس الطابع غير هو زدت هذيك السميه بهذا بهذه الاداه هذه اللي كتختاري السميه ولا اي حاجه بغيتي تكتبيها فوق البسكوي كدير واقيلا خديتها بشي 25 درهم هاد سميتها وفيها بزاف ديال الارقام والحروف صافي طيب هنايا دائما ملي كنطبع البسكويت ديالي كنعاود نرد عاوتاني للمجمد اولا الثلاجه كنديرو دائما في المجمد باش كنسهل عليا ودغيا كنسرع هذيك المرحله ديال التبريد وتنحيد لي بسكويت ديالي وكنستفهم في واحد اللاطه ممكن انكم تقربوهم لانهم ما في الطياب وكتبقاو هكذا حتى كتساليو الكميه كامله العجين كتجمعوا اللي بقى وتعاودوا ثاني ديروه كره وهكذا حتى كتساليو الكميه كامله ديال العجين كنكون مسخنه الفران على 180 درجه كنشعل عليه من الفوق ومن التحت ما كنشعلش المروحه نهائيا وكنحط لاطة ديالي في التحت الفران ماشي في الفوق ماشي في الوسط وكنخليه ما بين 15 17 20 دقيقه, دقيقة على حسب كل فوق من من الفران وكيف كانت راه كيكون هشيش بزاف انا غير حديتو بدوك لي غون ديال الفران وتفرتت ليا حاولوا ما تقيسوش داك لي بيسكوي وخليهم يبردوا في اللاطه حتى يبردوا تماما وكتحيدوهم وتديروهم في واحد الشبك أه صافي وكتكملوا الكميه الاخرى اللي بقات ليكم في الطياب تقريبا تقريبا خرجت ليا واحد 40 40 بيسكوي ولكن انا رققتهم شي شويه اولا اكثر من 40 أه الا غلطتوهم شويه غيجيوكم اقل من هكذا تيبقى لكم الاختيار انا هو هذا هو الغلط هذا هو السمك ماشي الغلط هذا هو السمك اللي اللي تيعجبني في لي بيسكوي ما تيعجبنيش يكونوا غلاض بزاف ولكن حتى الا غلطتهم راه كيجيو زوينين صافي ملي تيبردو تنحيدهم ونديرهم في واحد الشبك وتنخليهم تيبردوا تماما وتنديرهم في واحد العلبه تيبقاو محافظين على القرمشه ديالهم مده طويله وتيجيو لذاد واصلا ما غاديش يطولوا لان غيعجبوكم ووليداتكم غيعجبوهم هكذا ترافقوهم مع القهوه اولا تعطيوهم الوليدات هكا في بوكس أو في, لانش بوكس ديالهم اولا في لي بواد ديال كوتي رائعين جدا وسهلين والمذاق ديال القرفه وحتى ريحه القرفه وانتم كطيبوهم كتكون رائعه جدا بالنسبه للشكل كيف شفتو كيعطي داك الموتيف زوين في لي ولكن كيف قلت لكم الا يعني ما عندكمش تستعملوا اي طابع عندكم أو كيف قلت لكم واخا ما يكونش عندكم طابع راه تقدروا تستخدموا غير ديك الجراره ديال ديال الشباكيه وتحصلوا على دي بيسكوي اللي يكونوا مستطيلين هذا هو الشكل النهائي ديالهم أه ماشي الشكل ماشي ماشي قريب بزاف للشكل اللي كيتبع كي في المحلات ولكن الأكيد ان المذاق والقرمشه والرائحه ديالهم بحال بحال أه نتمنى ان تجربوا الوصفه طبقوها كيف العاده وترسلوا لي التطبيقات ديالكم في الانستغرام ديالي واذا عندكم اي اي طلبات او لا اي اي وصفات بغيتوهم نعاودو نديروهم هكا صنع منزلي خليهم ليا في التعليق من التحت راني كنقرا كل شيء وشكرا بزاف على التعليق ديالكم الزوينه شكرا على الوفاء ديالكم الى وصفه قادمه ان شاء الله